مشاهدينا الكرام في كل مكان، هذه أجمل تحية من ملعب حديقة الأمراء. أنا فارس عوض محدثكم من كابينة التعليق، واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن منافسات الدوري الفرنسي، مواجهة خاصة بكل تأكيد والكل في انتظار صافرة البداية. كل شيء رائع الحقيقة، نتمنى لكم تجربة ممتعة مع هذه المباراة والاستمتاع بكل دقيقة فيها. الكره
الكرة عند فابيان رويس، تلعب باتجاه إيكاردي، يضرب الان ثقة كبيرة من الحارس في التعامل مع الكرة. تركيز وثبات هنا في البناء الهجومي للفريق، الحارس يحمي مرماه ويمسك بهذه اللقطة. تدخل في هذه اللحظات ويقطع الطريق، والآن مع ريناتو سانشيز البطولة تنتهي هنا. الآن مع إيكاردي، هل يأتي الفارق في هذه اللحظات؟ لكن اللعبة لم تحقق أي تأثير يذكر. إذا مشاهدينا نهاية شوط المباراة الأول من المواجهة في ملعب حديقة الأمراء. ضربة بداية الشوط الثاني من هذا اللقاء، البي اس جي عليه ضغوطات أكبر لأن مطالب بالعودة والتسجيل من أجل التعادل. الفريق يكسب مشروع هجمة. الفرصة، كم ممكن ينهي الأمور؟ كم ممكن يجعل فريقه متقدم بهدفين؟ فرصة كانت سهلة لكنه أضاعها، وقد يندم كثيرا على هذه الكرة. يا سلام على اللقطة، انظر كيف يستعيد الكرة. برافو، تغطية سليمة، إبعاد لهذه الكرة، خلصت من مناطق الخطر. رمي التماس لباريس سان جيرمان، تسديد الان في صفوف البي اس جي. والان مع ريناتو سانشيز، التمركز مساعدة في قطع هذه الكرة، محاولة لوضع الكرة في المرمى. يا الله، ضربة جزاء، ضربة جزاء يحتسبها حكم المباراة. البي اس جي يجري تغيير في هذه اللحظة. في المرمى من علامات الجزاء. بدون مشاكل يضع ضربة الجزاء في المرمى. ليس من السهل التقدم لتنفيذ ركلات الجزاء ومواجهة الضغوطات. نظرة مختلفة للهدف من زاوية أخرى. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. والآن مع حكيمي، فشل الفريق في تحضير اللعب. ممتاز، تمريرة جميلة، استقبال، تسويب، الكرة في شباك الحارس، لقطة ما كان فيها فرصة أبدا للدفاع. لنشاهد الهدف من زاوية أخرى.
ثلاثة أهداف مقابل لا شيء هي النتيجة الحالية. تقدم مريح جدا بثلاثة أهداف كاملة. والآن مع ريناتو سانشيز. بشكل سليم. هنا يظهر الحارس ويتصدى باب الزاوية. من أين أتي في هذا التوقيت؟ المدافع يتدخل ويبعد كرة من على خط المرمى. الله على قراءة رائعة وردة فعل كبيرة. سنتأكد من صحة هذا القرار. ملعوبة إلى ماركينيوس. نونو مينديز. وصلت الكرة إلى كيمبيمبي. إلى نونو مينديز. لياندرو باريدس. ماركينيوس. لياندرو باريدس. كرة تصل لماركينيوس. ديالو. اوه تصويبة. اوه كرة جديدة تحرك الشباك. نتيجة عريضة وأهداف كثيرة تعبر عن القوة الهجومية الجبارة. شوف كرة الهدف من جديد. ضربة ركنية تستغل. عرضية جميلة. رأسية ونهاية مثالية. والكرة في المرمى. هدف ملعوب جاء من لاعب جماعي مميز. المباراة حسمت بالفعل. لم يعد علينا أن ننتظر فقرة نهاية لنتعرف من الفائز ومن الخاسر. الوقت المتبقي غير كافي للتعويض أبدا. خمس دقائق مشاهدينا تضاف إلى وقت المباراة كوقت بديل. رويس. هنري السفير. يحقق ثلاث نقاط بأريحية كبيرة وأفضلية مطلقة في ملعب المباراة.